السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا وأحلى مساء الأحلى حلوين والأحلى متابعين يدعمون سلسلة سيتي سكاي لاين 2. اليوم بنسوي شغلتين مهمات. أبا هذه المدينة تمتد وتغطي لي معظم الحاجة السكانية والتعليمية، بما معناه أنا اليوم عندي هذا المكان، أنا شفته مكان مثالي وجميل لمنو لاني اسوي جامعه هني صغيره. طبعا الجامعه راح تكون شوي خلنا نقول تركي او يبالها تكتيك على اساس المدها في المدينه، بس لازم ننزل الايجارات. اليوم انا عندي صار مترو زين يوصل بين مدينتين، لكن هذا ما يكفي، وهذه المنطقه على الاغلب كبحر انا راح الغيها ونسويها المنطقه هذه، نكبر البرش مالنا، منطقة مسطحة ساحلية. ليش؟ هني بنحطي مجموعة أشياء، وخلنا ننزل المكان من تحت الهايوي هناك، لأن هذه راح تكون بمثابة منطقة جامعية بالنسبة لنا. والبحر هذا مش بس تحدي، في سيناريو فعلي إيش يسوون المدن؟ يبدأون بدفن أو يسمونها دفان او تغطية او ترديم المساحات المائية على اساس تصبح صالحة للبناء، ويسوون هالشيء بشكل واقعي وفعلي صراحة. فانا الحين ما ببخل في هذا الشيء وراح اسوي صراحة. انزل الشيء الاساسي، احنا هني بيكون عندنا شغلتين موصلة بين المدن. اول شيء الحلم، القطار اللي يمر من فوق ولا من جنب الشارع كامل الى منو الى المدينة هني. بطريقة ما راح اوجد طريقة اني اوصل هذا القطار في منو في المدينة. يعني الخطة الحالية، خلينا نعطيكم نبذة عن الخطة. هذا قطار دبل تراك حلو، وابا ارفع القطار واوصله جزء من المدينة، وبرويكم الطريقة الحين. الطريقة هذه لو اهدم شوي اماكن او استعمل شوي اماكن، الطريقة هذه راح ابدأ بتمديد القطار. طبعا الحين الطريقة شو استوى، اني انا سويته وايد تايت زين، في النهاية القطار راح يوصل. هذا الشيء ما راح الاغلب نسويها الحين صراحة، بنسويه عقب، انا بمد عقب في وقت ثاني مش معاكم الحين. ولكن بشكل عام شوفوا التقاطع هذا خليه يستوي شوي بالطريقة هذه على اساس نكون موصولين في محطة القطار تقريبا شبه مصوبين يعني. وبعدين راح امد محطة قطار سيدة لين هذا الشارع، وبنزله سيدة لين وين؟ لين المنطقة الجامعية. افضل يكون من هذا الجانب يمر من عندنا، او ممكن اسوي حتى الحين يعني ما بياخذ منا وقت فعليا، لان التولز يوم وجد في سيتي سكاي لاين صراحة وفر علينا وايد. انا هالتول كنت منزل لنا للي يذكرون مرة من المرات يعني، وخذ منا جهد ووقت، وصراحة حتى ما ضبط اخر شيء يعني. فسالفة انه يضبط هذه بروحه شيء بالنسبة لي رائع جدا. وبصغر شوي مساحة الاراضي اللي هني صراحة، بمرر من الوسط بخلي بيوت صغار على كبار بالطريقة هاي، ومن هني بيمر مش مشكلة، خليه يهدم للبيوت هاي انا راضي، بس انه يمر من عندهم القطار. على فكرة في شيء انه هو راح يبني بيوت تحت القطار بدون مشاكل فعليا هم، فخلنا نشوف شو راح يستوي. وبنسوي التراك بكل بساطة بطريقة شبه موازية يعني لمنو لصديقنا هذا. خلنا شوي ناخذه من قبل، من هنا شكله مثالي بالطريقة هذه قدر الامكان جنب الهايوي
في البارل رود عارف، بس ما بهدم كل شيء. الطريقة هذه من فوق خلى شوي مسافة بينهم عادي، والطريقة هذه راح توصل عندنا ولا نقدر نوصل القطار، وصار عندنا مترو وقطار ومنطقة شو فعليا جامعية. الحين هذا كمكان بالنسبة لي حاليا غير صالح، ليش؟ لأن يوم بأسس حق المدينة هذه أنا محتاج أدخل في شارع ضخم الطريقة هذه، في موزع، موزع أكبر ما يمكن، وهو اللي هو الدوار. يعني الهاي واي راح يستوي إلى خطين من هني ومن هني، بناخذ خطين نوصل الصوب اليسار، واللي يبي يطلع عقب يطلع. شوف طريقة الشوارع وايد حلوة صراحة. زين الشيء الثاني، هذا شارع بخطين ممكن نمده الطريقة هذه قدر الإمكان، النعومة قدر الإمكان، لكن يباله شوي تضبيط خفيفي. يعني إذا أجيبه بالعكس أشوفه راح يستوي أحسن وايد، بضبط عقب ما عليكم. زين الشيء الثاني، المدينة الجامعية نفسها ثلاث شوارع الطريقة هذه، وراح تكون مقابلة من البحر تقريبا. يعني هي بتاخذ على قولتهم نصيب الأسد في المساحة هاي، هي الجامعة، نبى الجامعة تكون شو صراحة حلوة. خلنا نسوي شارع سيدة وبنحط فيها المدينة هني الجامعية. هاي مدينة جامعية كاملة يعني بشكل أساسي فعليا، يعني بشكل أساسي مدينة جامعية كاملة بيكون فيها مجموعة مفترقات حاليا. انزل هني نقدر نكمل مسيرة البيوت والتوصيل وهل المجرة، ونقدر نشل هذا ونخلي لنا شارع هني طريقة. هاي شوي بناخذها بطريقة مختلفة، الثاني يمكن أسوي نفس الشيء حاليا، وهذا من مدة شارع سيدة كنت قاطع عادي هني اللي يبي من جهة ثانية للمدينة، لأن هاي راح تكتمل عندي مدينة بشكل عام. هذه مدينة ونزلت عندي على فكرة المتطلبات وايد، لكنها بعدها راح تكون بتزيد، بتكبر 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 على الساحل كامل كمدينة صغيرة، والمدينة راح تكبر هني. عرفتوا علي؟ إنزين خلنا نشغل اللعبة ونحط لنا المدينة الجامعية طريقة هذه. الحين المدينة الجامعية الحين أنا بعرف إذا بتوهق في امتداداتها أم لا. الحين أقدر أزيد عليها كلاسات، أقدر أزيد عليها ملعب، بس السؤال الحديقة، يعني الجامعة كلها عبارة عن حديقة، بعد أقدر أحط حديقة؟ ما مو بمنطقي أبدا، مو ما ما في منطق صراحة. ما الحديقة الجامعة عبارة عن حديقة يعني. انزل بغض النظر، اللي راح نسوي كالتالي. أول شيء بنسوي شبكة منازل بالطريقة هاي، طبعا الشوارع شبه مشبوكة، هاي خدمية في الوسط، ولكن ما يضر ان احنا شو نسوي، نمدد فيها شوارع هني، نحط فيها هني اماكن شوي اكبر للخدمات، ما عندنا مشكلة. وعندنا هذا المكان مايل جدا، ما بحط شارع هني راح يخرب لي الزحمة، فبخليه بالطريقة هاي. الشيء الثاني هني بالذات، لان في ناس انا اعرف استحتشر علي على موضوع المربعات، بس يا جماعه ترى ترى وايد 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 من الواقع اكثر ما تخيلون. نسوي فريج داخلي، وهذه ما باها متزنه لانها على البحر قاعد تستوي. عندي اهتمام اشوف البيوت كيف راح يتم انتاجها اذا كانت هني، يعني عرفتوا علي؟ بنحط شوارع مخارج بالطريقه هاي للمدينه، وعندي مكان حق بعض الخدمات والحدائق امام المدينه. الشيء الثاني الحين هذا مرتفع صح، فنحن شو نبغى نسوي؟ نوصل شارع من هذه
المدينة لهذا المدينة وشوفوا كيف بنى شارع جيد، ولكن بعد في أشياء قابلة للتعديل في منه في المدينة. إنزين الشيء الثاني نسوي شارع من هني امتدادات. خلاص الحين قاعد نوصل شوي كبنية تحتية وايد في المدن، وهني بنبدأ نحط البيوت الغير متزنة، وأبا بيوت تحت الهايوي، أبا أشوف أشكالهم هل بيبنون تحت ولا لا. وبنحط هني، ما بنحط هني، بنحط خدمات الطريقة هاي. هاي على الأغلب راح أعبيها بيوت، هاي ما راح أعبيها بيوت، وهاي راح نعبيها بعد بيوت لأن استوى عندنا حاجة عالية للبيوت، وهذه مناطق رائعة عند الهايوي اللي هم بيعيشون تحت الزحمة والإزعاج شوية، كمناطق على الأغلب أرخص من باقي المناطق. وتشوف البيوت تحاول تتأقلم، اللعبة عدلوا فيها الشيء هذا، لكن بعد محتاج منهم وقت أكثر على على تصوري أنا. الحين كجامعة أنا ما أبى مترو دايركت، أبى أحطي هني دوار هني، فكرة سيئة أحس، بس ممكن نحطي دوار هني. هذا الدوار يمتد منه الشارع الثاني، إن شاء الله المكان يكفي، لأن المباني الجديدة شوي ضخمة بصراحة. وفي النص نقدر نحط مترو، حديقة، شوي بعض أشياء الزينة اللي نحنا ما كنا مهتمين فيها بشكل عام، لكن ممكن نحط المترو بعد. أبغى أحط شوي بالطريقة هاي، عفوا قطار، أبغى أحط شوي تحت الهايوي، بس أخاف ما يكون في مكان امتداد لأن أتصور في أبجريد، فممكن نحطي تحت الهايوي واللي يشوف محطة القطارات مالنا. وعلى الأغلب راح أحتاج أسوي لفة غريبة شوية هنا، فهذا بعد بحد ذاته محسوب. فنحطي طولين هاي بالطريقة هاي، نحطي بالطريقة هاي، ونحطي بالطريقة هاي. الحين هذا التريكي بارت، الطريقة ليش؟ لأن الحين المشكلة الحاصلة في اللعبة إنه أول شيء خلنا نعدل الأرض هاي، أخبرك، لأن حاليا نحن شو نبغى نسوي؟ نبغى نسوي يوتيرن، واليوتيرن في القطارات شوي واقعي أكثر، لأن القطارات بشكل عام في العالم غير متسامحة من حيث ناحية بعض المساحات اللي هي مثلا اللفات، تراك لازم يكون وايد بطريقة معينة محطوط لدرجة أهلولة بأشياء وايد ضخمة، لأساس أنه يقدر القطار يلف. أنا ما أتصور من سيتي سكاي لاين تعطيني تجاوزات القديمة، بما أنهم انتقلوا لمرحلة شوي واقعية أكثر من الأجزاء السابقة، لكن دائما ممكن جدا إن نسوي يوتير نفس هذا مغلق. وحلو لو كانوا عاطينا بريسيتس ولا أشياء جاهزة حق منه، حق القطارات صراحة، بعد نفس انترسكشن ولا التقاطعات موجودة بس تكون حق القطارات في سيتي سكايلاند كان بيخدمنا وايد. بس شوفوا الحين بالطريقة هاي حسلو بالطريقة هاي المفروض انه يشبك، لكن اذا ألزقه شوي زيادة اكثر. شوفوا الحين الانحناء هني لازم يكون وايد محدد، شوفوا مش نفس قبل ما كان بالتحديد هذا في سيتي سكايلاين، قبل كان وايد متسامح اكثر من الحين. بس الحين شو يسوون؟ يحاولون يقول لك لا نحن خذنا من الواقع قدر الامكان، فلازم يكون مشبوك في زاوية معينة جدا على اساس تقدر تطلع. مثلا شوفوا الزاوية اللي مسموحة تكونها ولا مش واضح عندكم؟ اتمنى اني مقرب منها بما فيها كفاية. شوفوا لازم تكون في زاوية معينة جدا، فنقدر نسوي شيء ثاني
ألا وهو نغير الأسلوب ماله طريقة شوي أفضل. شوفوا الحين هذا صحيح إنه يستهلك وقت، لكن أنا أحس إنه مو مانعة، لأن فعليا هذا اللي يستوي. فعليا قطارات لازم تكون بالطريقة هاي. انزل هذا أنا بشوفه في مرحلة لاحقة صراحة إذا أمكن، لأن حاليا هذا ما راح يشبك بطريقة طبيعية إلا إذا شوفوا حتى الاثنين ما يشبكن، لأن الأسلوب مالي صعب بالنسبة له تشوفونه. فبالتالي ممكن نسوي شيء ثاني. نحن شو نسوي؟ نسوي يا أصدقائي أسلوب عكسي. الطريقة هاي الأسلوب هذا من يطلع بعدين نقدر نشبكه في الخطين بشكل عام. يعني ويتشي صبر الطريقة هاي مثلا، وهذا نقدر نضمه لمنو إذا أمكن. إذا هذا خذر الأمكان الطريقة هاي في لاين واحد ما شبك واللي هو راح يضايقني للأبد. شوفوا هذه الحين القطارات الحالية طريقة انزين. هذا أنا بشوف معضلته فيما بعد أوكي، بس الحين المفروض نظريا أجيب للشارع طريقة هاي، والشارع هذا يتوصل عندي باتجاهين، اتجاه الأول هني اتجاه الثاني بالطريقة هذه. مربع بسيط وعلى أمل أن ما في خط مقطوع حاليا أني أنا أقدر أوصل. مش هاي المحطة اللي في الوسط الخربانة، لا عفوا باسنجر ترين لاين، مفروض أوصل واحد هني، أوصل واحد على أمل أنه يكون هني ويرجع مرة ثانية. فاستوى عندي خط قطار داخلي ممكن توصيله، ولكن هذا ممكن اشوفه انا بعد في مرحلة لاحقة. الحين لازم نبدأ شوي في الجامعة طريقة هاي. المفروض القطار يرجع نفس الدرب العادي. نقدر نرجع القطار بالطريقة هاي أوكي. واستوى عندنا خط قطار، طبعا القطار قابل للتبديد، نقدر نحط ووكس هايل، ونقدر نحط سبوي انترفيس هني. شوفونا هذا المكان الحين باركن صح، نقدر نحطي هذا شو اللي هو مال الانفاق ولا مال مترو، وان هني عند المترو نسوي لنا خط من تحت الارض من تحت القطار هني، نمد لنا خط من هذا الى منو الى منطقتين. طبعا المنطقتين هاي الوين راح يكونن؟ اول شيء راح المترو يكون دائري ملتف من الوسط هني وهني، يرجع الناس الى هذا المكان، ومن هني ناخذ لنا خط ونرجع هذا الخط لوين؟ للقطار. خط موصول، نعم موصول، وايد حلو الاندر جراوند فيو هذا. بنحط لنا مترو
اندر جراوند عند منو؟ عند المبنى هذا. طبعا بنحطي عنده فري باركينجز، وبنحطي عنده اشياء ثانيه، وبنحطي لنا مترو بالطريقه هذه هني. الحين هذا الكونكشن راح يكون، ادري شفتوني حطيته بالعكس بس مو عليه، اخبركم شو الخطه، في خطه في الموضوع. زين، يعني اول شيء هذا راح يتوصل في منو؟ هذا الاتجاه هذا. هذا على امل ما ينقطع عندي، ووصله بهذا. هذا بيروح اي اتجاه؟ انا ليش مسوي شيء؟ لان لو ضفت عليهم نقاط ثانيه دائريه مع الوقت اروم اشبكهم في بعض، انا اروم اسوي خطوط شبه مشبوكه في اماكن معينه. اتركس بالطريقه هاي. الحين صار عندي لفه في المترو نفسه، اقدر الف في المدينه على امل ان الخطوط كلها شغاله. طبعا لحظه، لا اباه يمين يمين، ويرجع مره ثانيه جنزه ويسكر الخط بالطريقه هاي. بعد ما نحط نقطه الخط الاخير نسكره، صار عندنا لوب. نقدر نحط لوب بالعكس، يلف طريقة هاي، نقطة نقطتين، على أساس الناس تكون اللي ماشية بالعكس تحصل نفس اختصار. عرفتوا؟ هذا كنا نسويه نحن في الجزء الماضي إذا تذكرون، وغير متضاربين مع بعض، ويوفر علينا وايد تعب من وايد نواحي كزحمة. بس على أمل ما يكون خط على الفاضي وتكلفته عالية، لأن تكلفة الأشياء هني حبتين عالية. فالحين إذا شطحت هذه مصيبة. الحين اللي قاعد احاول اسويه اني احرك الكاستمرز ولا الناس حق هذيل من مكان لمكان. الجامعه ايش اخبارها؟ فيها 63 طالب، ما يغطيها طبعا لا مطافي ولا تقريبا ولا شرطه ولا شيء تقريبا. فهذه معضله ثانيه. انزين، بالنسبه للداون تاون صار عندي انا هني مترو، مترو يقتضي بعض الخدمات. خلينا نحط خط عرضي الطريقه هاي، والحركة الجديدة الحلوة بما ان عندنا دوار بلد ان هني نيل الشوارع، نحطينا ارتزفري بك ميديم مثالي هني. نقدر بالطريقة هاي نحطي وراها اصغر حديقة ممكن احصلها مثلا. للحين مش حافظ حجم الحدائق صراحة، مثلا هاي استوت، وحطي عندها كم شيرة هني تكبر مع الوقت، احس بيكون جميل وراح يعطي منظر جميل بالنسبه للمكان هذا. الطريقه هذه ممكن نحط شوي بوشز بعد. الطريقه هذه ممكن ناخذ وقت اكثر وايد في التزيين، لكن انا هذا الحين الشير المفروض انه يكبر مع الزمن، فما ادري هل راح يكون شكله افضل احلى أسوأ، هذا موضوع وايد نسبي. بالنسبة لهذا المكان بما ان فيه مترو وازعاج، ابا يكون نوعا ما، كيف اشرح لكم؟ الناس اللي يعني ما تقدر تتحمل ايجار عالي تسكن هني قريب، بس مشكلة الناس هني. بنحط بيوت صغار مقابل هذيك البيوت، هني بيوت شوي اكبر، وهني مكان خدمي في الوسط. استوى عندنا مترو ستيشن، وأوريدي في لاينين شغالين، كومفورت في كل شيء، في اوكي شغال يعني، في موظفين في كل شيء، اموره طيبه يعني. فمن ناحيه اخرى هذا تغير. المدخول عندنا زين، نحن عندنا صناعات شغاله، اشياء شغاله، وهلم جرى جراج اكستنشن، فيهكلز 5 ما نحتاج فيهكلز. بس خلينا نشوف الخطوط معنا. الباصات ياس يشيلون 150 نفر، حلو. عندي الترام صراحة، الترين حاليا ما بشال اي حد، لكنه شغال في 3 ستوبس اللي هو في نفس المدينة وقفتين. الترام نفسه شغال ويشلي 37، مش مربح. المترو من ناحية اخرى الاولي شغال، وهذا زين، يسوي شفل او يحرك الناس من مدينة لمدينة. هذا الخط
انزين وعندنا الشيبس. طبعا مجموعة الخدمات اللي راح تطلع هني شوي بتكون اقوى. انزين الفكرة الحين نحن لازم نبدأ نمتد بشكل يعني شوي مرعب. بس الووتر تريد زيرو عندي ماي، عندي ماي، لازم نبدأ نشيك الأشياء اللي عندنا واللي مش عندنا. الامتدادات اللي راح نسويها معظمها راح تكون شوي قوية، يعني مش امتدادات بسيطة، يعني حتى هاي الساكنين على الهاي واي. وراح نحاول نعبي معظم الفراغات بطريقة سكنية خاصة في المنطقة هاي. كيف هم يطلعون الحين؟ هاي مشكلتهم هم الحين. هاي المنطقة أنا مش ناوي أسويها سيدة، خل نكسر رذم المنطقة اللي موجودة في الأساس بالأعلى، وبعدين ننزل وين المكان اللي موجود هنا بالاختصار. باختصار يعني عرفتوا علي بالطريقة هاي. من المنطقي يكون عندي دام الجامعة نوع من أنواع السكن الجامعي طبعا، وسكن الجامعي راح يكون على الأغلب في هذه المنطقة. يعني أتمنى أن تضبط معي، ولكن مثلا طب العماير في مكان شوي ضيق الطريقة هاي. الطريقة هاي وهذه بنحط فيها بعد تقاطع على اساس ان هاي اللي يحصلون كروس ووك. وننزلنا ممشى بعدين بشتغل عليه. ننزل هني بعض العماير اللي او البيوت هني بعد، ممكن نحط مجموعة بيوت اللي هو الطلاب المبتعثين يسكنون بيوت قريب الجامعة. ابى اطبق نفس النظام هني لعند محطة القطار، لان بمعظم الوقت هالناس يكون دخلها محدود وتحتاج الدخل الزيادة اللي يحصلونه من الطلاب. فبالتالي من المنطقي اني ادخل عندهم مجموعة بيوت دخل منخفض هني، وعند الجامعة نفسها ندخل مجموعة محلات بالطريقة هذه. طبعا ممكن هذه الداخل مع هذا الشارع بشكل متشابك من الأعلى والأسفل، ويصير عندي هذه منطقة جامعية. هل الجامعة لين تبدأ تطلع فلوس؟ خلوها، لأن الحين أنا ما عندي اللي هو الهايلي إيجوكيتد. في أماكن يدورون ناس عندي أساس أنها تشتغل تعليم عالي، وناس ما تدور تعليم عالي. لكن المشكلة إذا ما وفينا العرض والطلب مالهم راح يكون في عندنا مشاكل ثانية. بما أن نحن في البلس زين، نقدر نحط خط مترو، وعندي خط مترو هني زين. أبا هذا مكان خدمي بحت. خط المترو هذا أبا شيء ياخذ معظم المساحة هاي، هذا بياخذ وايد مساحة. هذا ممكن ياخذ المساحة منطقية بس مبنى وايد لا. أبا مكان أساسا نحطي هني باركينجز. بخبركم شو السالفة. نبقى هني نحط مكان خدمي في الوسط حق المترو، لأن بنحط نحن هني شو قلنا، شوفوا سفينة هاربر بالطريقة. ممكن نشبكها بالخارج هناك، بس المشكلة لازم أشتري الممر. يعني الحين هذه الخريطة لازم أشتريها من هني. هاي مشكلة الأساسية. أبا الناس تي المدينة مالي عن طريق منو؟ عن طريق البحر. وإذا أباهم يجون عن طريق البحر راح يكون عندي مجموعة تحديات، خلنا نقول مش شيء ثاني. قبل كان يقعد بشكل سيء الهاربر، خلنا نقول في السكاي لاين مون، بس الحين على ما يبدو بعد شوي مش بالجودة. بس أبا أنزله قدر الإمكان بالطريقة هاي. فبسوي بعدني شارع من الوسط بالطريقة هاي، وبنسوي سموث حق هاي على أساس نطلع الشارع من اتجاهين. هذه حق
إنه يكون شوي منطقي أكثر. هذه أقدر أحطيها وايد عند منو؟ عند البر تقريبا كامل. فبالتالي شوف الطريقة تحطتها هاي أول حطة حقي حق هاربر في سيتي سكاي لاين 2. ما أبى أجيب العيد قدر الإمكان، ولازم بنجيب العيد شوي، بس هذه أول حطة حق أول هاربر عندنا في سيتي سكاي لاين. أبى السفن تجي بشكل قدر الإمكان صحيح. شوفوا أقدر أشوف الفاسيلتيز مالها تنزل تحت الماي، فإذا نزلت تحت الماي أنا عندي مشكلة. شوفوا الكمية اللي أقدر أرجع فيها الهاربر ورا، أبى أرجعها قدر الإمكان، إنها راح ترسم لي خط ولا بيس لاين حق أنا شو أسوي بالطريقة هذه. أوه بروح أشل من اللي يحتاجه تصدقون. واو إنزين. فبالتالي نحن بنسوي مكان شارع، الشارع هذا أربع شوارع معزول، مش معزول إذا الكلمة الصحيحة أن يكون شارع بحد ذاته غير مختلف يعني. انزين وهذا وصلها على طول سيتي سكاي لاين بالحركات الجديدة مالهم، بوصلها بثلاث شوارع بالطريقة هاي من زاوية واحدة. ابى انزل شارع من فوق لي تحت. نشوفه والله مش سيء يا جماعة، والله مش سيء صراحة. نوصل ستي نوصل عفوا طريقة حلوة. بنحط هنا نوع من أنواع الخدمات أكيد، بس هذا مش طايعي الوضعي. بننزله هني، وهذا بعد بنفس الطريقة راح أحطيه مايل لهذا الاتجاه. الحين استوى عندي هذا شغال، مفروض نظريا شغال، لكن تعرفون شو لازم نسوي، ان نمسك اللاين ونشبك هذا. للاسف هذا خارج الاكسيد سيتي ليمت، انا ما اقدر اروح له الا اذا خلي كنت اقول لكم عنه في خسائر اكثر من ما انتم تتوقعون يعني، للاسف يعني. فنشتري هذا كخط ملاحه لهم ونبدأ نحط لنا الميديم بالطريقة هاي. ممكن هم يجون داخل ومشكلتهم باسنجر شيب لاين تول كارغو. احنا نبغى الباسنجر نشبكه من هني الى الخط الاول خارج المدينة ويرجع لي ناس داخل المدينة. ممكن نشبكه في خطوط ثانية الحين دام نبغى عادي ترى يعني. ممكن اقول لا انا ابغى بعد خط ثاني من الصوب الثاني، مع ان انا بالنسبه لي بعيد شويه ما افضل بالطريقه هاي. ممكن نشبكه في الخط الاخير هذا بعد، بس احس ما له داعي صراحه، وراح يجيب لي ناس بكميه جيده مفروض لسيتي سكاي لاين. انزين هذا المكان في اشياء مش حلوه، ما عندي اشياء اني اقدر اسكر فيها البحر نفس ايام زمان تذكرون، ولكن من الممكن جدا ابجريدات ماله اديشنال بير يقدر يوقف ناس زياده. بس الحين عندي بير واحد مفروض انه يكفيني نظريا اللي هو هذا، ما في خط واحد، اقدر اضيف خط ثاني اذا حبيت مع الوقت يعني. هذا بالنسبه للهاربر اللي هنا، لكن هذا الهاربر ما راح يتوقف هني. شوفوا في عندي مساحه وقوف للناس وعندي مساحه هني، ممكن نبدا شو نسوي، نستعمل السبوي بشكل احلى بعد في الجزء هذا. بس السبوي هذا راح يمتد الى مكان واحد لا غير اللي هو هذا السبوي. اشوفه يشبك، سوي زوم ان نشبك. وهذا السبوي راح تكون مسؤوليته الاولى انه يشل الناس من الهاربر اليه سوي هذا ويرجع.
هذه المسؤولية الأساسية لمنو؟ للسبوي هذا الحين. passengers waiting ما عندنا، أشياء ثانية ما عندنا. كالعادة اكتشفنا هالمكان خدمي يحتاج إلى خدمات. ومجرد نضيف جنبه، بس هذا الشارع مش سيدة، إذا حطينا هنا راح يكون شكله سيء، فراح أستغني عنه لأن في مواقف هنا وفي مواقف هنا ممكن يستعملون اللي يحبونه منهم. هذا بالنسبة للهاربر اللي الحين نحن قاعدين نضيفه، إضافة إلى من هذا. هل في باسنجرز حاليا؟ زيرو. ها خمسة جايين اللي هو ممكن نشوفه، هذا من هنا من هذا الخط جايين خمسة إلى المدينة يسكنون المدينة عندنا. الحين هذه المدينة أبى أخليها مصب المدن، مصب المدن من ناحية زحمة سكانية، لكن سيتي سكايلاند لها طريقة معينة في العمل تخلي الواحد يحتاج دائما يبني اللي هي البيوت الصغيرة هاي، وها شوي أحسه مزعج للأسف. خلنا نعدل هذا المكان ونطلع خط جديد من هنا، نسوي لنا بلوك مربعات، بنحط لنا بعض الخدمات الصغيرة هنا. ايوه صغار، ايوه مثالي بالنسبة لي انا، هذا مثالي. نقدر نحط خط توصيل من هنا، نغير التول مالنا بس ونحط هذا هنا، نوصل هذا مش من هنا، لا من هنا بالطريقة هاي اساس يروحون فيها الهاربر. هاي شو راح يكون فيها؟ مكاتب صغيرة مش الكبيرة بالطريقة هاي، وراح يكون فيها محلات، لا ما راح يكون فيها محلات، هاي راح يكون مكاتب يشتغلون فيها الناس، موصول بين المدن الخارجية والداخلية كتقسيمة موجودة عندي. أنا الحين عندي أشياء ثانية أكبر، ميجا ممكن أحطيها، ممكن أني ما أحطيها، بس الأكيد عندي 130 قالب زيادة واللي هو ممتاز. هل الدخل مالهم راح يرتفع أم لا؟ من ناحية إيكونومي تاك ستيشن أنا أبو شوي أبو أزيد على الجماعة اللي هني تاكس، بمشكلة أريد الأجار غالي، فما أبى أرفع بعد الإيجار عليهم، وهذا راح تكون مصيبة بالنسبة لي أنا حاليا إذا أرفع. عندي اللي ما يسد الحاجة اللي هو الحبوب، الحبوب أنا عندي نقص رهيب فيها على فكرة، بيتم يجيني نقص دام إني أشتغل بالطريقة هاي. إنزين هذا نزل لي ناس وروح، وفعليا ما في بعد إني passengers waiting هنا. هل الناس اللي نزلوا هنا راح يستعملوا هالطريق؟ هذا لازم تستوي، عندي زحمة أكثر، ما أعرف زحمة شو أكثر من هاي، بس ممكن جدا أن نحن نحط هني بعد بيوت زيادة ونكتفي بمنطقة المترو اللي موجودة هني، وأحس أنها بتكون أوكي. الشرطة أحس بنستفيد من هيد كوارترز أكثر وايد هني، ولكن الهيد كوارترز مش رخيص، وابا يكون الاقتصاد مالي وايد قوي قبل لا ابدا احط هاي السوالف صراحه. بس بشكل عام المدينه، المنطقه الجامعيه، احس ما اعرف ليش بس احس ابا فيها بيوت، بيوت عند الازعاج هذا. انا احس اني محتاج كميه بيوت ناس تسكن على البحر هذي، يعني هالاحساس ان هالمكان لا لازم اعبي بيوت، لازم اعبي بيوت، فراح اعبيه بيوت الطريقه هاي وهاي الطريقه هاي. كيف يعدلون البحر؟ اوكي مش سيء، مش سيء ابدا. الشيء الوحيد اللي ما عندي في هالمكان بشكل فعلي صناعيه، صحيا مفروض انا مغطي معظم الاشياء، بس محتاج سيموتوريوم هني، ولا انا حطيت له ما حطيت له صحيح. عند العياده نقدر نحط سيموتوريوم، ممكن هذا المكان نستغله ونحطي حدائق شوية. الحين أنا عندي نقص حاد في الحدائق هني واللي هو غلط، وصار عندي ملاعب. إنزين بالنسبة للجامعة بنحطي هني عندنا منطقة
ملعب سكيت، لا سكيت حق صغارية، باسكت بول وأوتدور جيم. أوتدور جيم ممكن يكون الطريقة هذه، ونحطي في الوسط حديقة أو سنتين الصغار وين صارت هذه، واحد اثنين ثلاثة، هاي أكثر من اللي نحتاجه أنا عارف، ولكن شو بنسوي؟ بنسوي خطوط مشاة حول المكان من عند الجامعة، لازم يمشون عند الجامعة، لازم يمشون هني ما يحتاج، ونزرع في المكان هذا شير وردي حلو يكون لونه غير عن باقي المدينة إذا موجود. ما عندنا فعليا كيف أقولكم، نحط شير هني، ما عندنا كولكشن شير حلو عندهم صراحة للأسف. بحط في الوسط بوشس صفر الطريقة هاي على أساس تكون قدام المدينة الجامعية. طبعا هذا يغطي أبو احتياج الحدائق اللي هي موجودة فعليا. عندنا نقاط، النقاط هذه ممكن نستعملها عشان نفتح لارج سبورتس، اوكي، وعندنا تورست اتراكشن، بس نحن نبى اللارج سبورتس اللي هي كوميونيتي هاي بول. عندي هنا للمدارس عرفتوا، وعندي سوكر فيلد ملعب كورة، وعندي امريكان سوكر فيلد. انزين امريكان سوكر فيلد، اول شيء لازم اتاكد من امتدادات الجامعة المدرسة، واحد هذه داخلي هذه داخلي هذه خارجي، او ممكن استعمل هذا، يعني هل هذا بيغطي احتياج الحديقة؟ الله اعلم، لكن نظريا مفروض نعم، نظريا مفروض نعم، لكن فعليا لا. وراه نحطي على طول شو، ملعب كرة ثاني من اجل التوازن، وهذيل بالذات راح نحطي عندهم طبعا الشغلات الستاندرد، طبعا مثل ما تصيرون عند اي ملعب في مليون الف باركن. نحطي عنده باركن اصغر، ونسوي لنا ممرات مشاة من هذا الاتجاه، وانتو تعالوا على اساس تمشون بالملعب. الطريقة هذه، واللي جاي من المدرسة بعد المفروض يقدر يمشي لوين؟ لينين. هذه بعد نفس الحركة، راح نغطي عليها بعض الأشجار اللي أتمنى أنها تكبر بشكل حلو، على أمل. هذا الشيرة الطريقة هاي، وبينها بعض البشز الصفر عشان نعطي كونتراست وتلوين حلو. نفس الطريقة هاي هني حول الشارع كامل بالطريقة هذه. هذه يعني نظريا الحين صار عندي ملاعب وأشياء. إنزين الشيء الوحيد اللي ما حطيته شير هني، لأن بشز صفر هني كثر منها هاي الحلوات بالطريقة هذه. الحين شوي مايل، شوفوا لو كانوا ضايفين الموف تول كان وايد حلو، وايد. الحين شوفوا صار عندي ملاعب، منطقة ملاعب جميلة، طبعا ها قاعد يستعملونها على فكرة، لا تقولوا ما قاعد يستعملونها، قاعد يستعملونها. وهذه غطت معظم الحاجة اللي هني مش كلها فعليا. انزين بخصوص المنطقة هذه وراء المترو، بنخلي بعد اذا قدرنا هذه اللي هي كوميونيتي بول، ابا مكان ينفع اولمبيا حتى، يعني ثلاثة فراغات بالطريقة هذه. هذا ما يستوي هني، نقدر نحط لنا ممر، الممر يكون بالطريقة هذه حول المكان هذا. عند البيوت والدكاكين خلينا نحط خطوط مشاة بالطريقة هذه، ونقدر نحط لنا الحدائق الصغيرة هذه
1 2 3 نسوي فيها انا اشيل السنابينج بعده الطريقة هاي نشيل هذا سناب تو سايد بالطريقة هاي وصار عندنا هني بعد مجموعة حدائق وعلى فكرة ما ادري بس يحطي كل واحدة فيهم لون عندهم مجموعة الوان وصار عندي كوميونيتي بول في الوسط هذا المفروض مش يغطي احتياجهم هيخليهم فوق السعيدين في المكان ويعطيهم ليفل اب حتى هني يخف للمعلومة يعني الملعب الاخير لازم يكون اوت دور جيم عفوا سوكر فيلد ممكن نحط لنا ملعب هني اذا اغير شوي من هيكلة المكان بس ما بغير هيكلة المكان فبحط ملعب حق الجماعة اللي هني لهم الستاندرد براكتس مالنا مواقف لانه يمكن يجون من برا نحط بالطريقة هذه شوارع ونفس الحركة هاي حركة الشجر نوعين شير بنسويها على أساس يعطينا بعدين مختلفين حق المكان هذا بالطريقة هاي نحط بينها بوشز اللي إن شاء الله راح يكبرون مع الوقت ويستوون حلوين إنزين الحين هاي الفنانين شوفونهم وايد وايد حلوين على فكرة عند هاي العمارة مقابل العمارة هاي أبى أحط برجين أو ثلاثة بس البرجين أو ثلاثة نبى يكون رو هاوسنج الحين الرو هاوسنج اللي هني لأن المكان وايد سبيسيفيك أنا بحدد الرو هاوسنج اللي يطلع عن طريق أظلل كل ثنتين روحه بالطريقة هاي هاي ممكن حطي ثلاثة وبعد ما يطلعون هني بعد نبى كلهم على نفس القياس تقريبا يعني كبرتيك وعندنا هني نحط هذه العمارة واحدة ومن يبنون حطي عماير ثانية راح يستوي راح يستوي كلهم تقريبا نفس القياس في الرو هاوسنج هذا اللي سووا له دعاية هم ممكن أول تطبيق فعلي بالنسبة لي أنا ممكن حطي واحد هل راح يبني على بلوك واحد الله أعلم نعم فالرو هاوسنج هذا على أمل يعطيني شكل الرذم ولا الثيم ماله ثابت على أشكال بيوت مختلفة هذا راح يسوي لي فرق وايد على فكرة للمعلومة يعني فهني عندنا هاوسهولد 46 ناس في امبلويز في كل شيء في هذا المكان وجنب هذا المكان طبعا هذا وايد مستقبلي وفوركاست ولكن انا ابى الغي هالبيوت اللي هني صراحة زين واحطي اللي هي مكس دكاكين مع هذه ودام انهم بنوا سيدة بحط جنبهم على طول غيره فيطلعوا عندي متوازين هاي شوية وبعيدين عن الشارع يعني من وراهم الحين نقدر نستعمل الحبة حبة هني ونحط شوي شير جنب الشارع او ممكن نسوي الشارع نفسه شير لان هذا شوي على داون تاون ياي المكان شوية مزحوم فبيكون من المناسب ان يكون المكان شوي مختلف لو نسرع اللعبة شوي اساس نشوف البناء مالنا كيف يستوي بس المكان حلو انا راضي عنه بشكل ضخم يمكن ينقصنا شيء هني احس الشيء اللي ينقصنا هني هو بيبني ولكن يبالي اخطط له اكثر انزين الحين الرو هاوسنج المفروض كلهم يطلعون بالطريقه هاي جنب بعض ياخذون ديزاينات شوي مختلفه نقدر ندخل زوم ان وايد فنقدر حتى نشوف هاي تقريبا تشوفون ايوه هذا كلام كبير تشوفونهم اشكالهم حلوه وشبه متناغمه مش 100% لكن صراحه طلعوا بشكل جيد جدا بيتم عندي بعد منطقة ضخمة إذا بأمد الداون تاون مالي وأحطي رو هاوسنج زيادة لكن حاليا يمكن ما أحطي لا بنتظر أنا الحين هذه العلامة اللي طالعة هذه من السكر لأنها ما وصلت عدل والانحناء وايد جامد كان بالنسبة لها لكن الخط شغال لكن شوفوا صار عندنا
مكان في محلات في نص المدينة، نفس مبدأ تقريبا جنزة محلات بعدين شو هذا. هذا مشكلته يقول ما عنده كاستمرز، لكن بيون الكاستمرز راح يجون، وعنده هنا خط مباشر افشنسي 110%، وشغال باسنجرز ويتنج 90-80، قاعد يزيدون مع الوقت شوي شوي، والباركرات مالنا كلها فل وفي فوق الفل. هذا اللي على الاغلب راح يخليني اطلع اندر جراوند باركينج حق بعض الخدمات والجهات الخدميه، لان هني مثلا تشوفونه فل بعد وعندي اللاين شغال، فالناس توقف سياراتها وتاخذ مشاوير طويله. انا اللي ما ابا، لان استوى المكان هذا استعمال فعلي لل للباركنات والاشياء، فما ابى اقعد الناس والناس تتريا وايد ولا ما تحصل باركن فتروح بالسياره. مثلا هني ما في باسنجرز بشكل فعلي قاعد يمشون ولا وال شوفوا هني يا سلام، شوفوا شوفوا عدد الناس الحين بيدخل مليون واحد، كم واحد بيستوي ويتنج؟ والله ما ادري، في واحد بيمشي؟ معقوله انه ناوي يمشي؟ اثنين بس، اثنين كل دشوا 60 واحد بس اثنين ويتنج يا جماعه، عيب والله. هاي يمكن لازم يوصلون تحت، اذا انهم وايدين بيتريون بنضيف على المكان خدمات مطعم ولا شيء ياكلون منه. بس بس ايوه 76 نفر، 5 ولا كم 58 نفر عفوا. شيء يا جماعه يا سلام، يعني هذا شغال 200 200، وهذا ترى مفروض مفروض اذا شغال عدل كسيرفس اتصور بيطلع زياده الفيز ممكن جدا، بس بنشوف شو بيسوي بنشوف. بس عندنا اعداد، نعم هذا اللاين شغال وقاعد يشل اعداد بالخمسين والستين. هني كم الويتنج؟ صفر. شل 50 نفر، هني في واحد يتريه، هني صفر يتريون، فالزحمه كلها قاعد تجي من السفن اللي قاعد تدخل لي ناس مش قاعد تطلع ناس. شوفوا هذا 22 ياب، هذا ياب 20 وشل 3، فالهاربر مالي شغال بشكل جميل اكثر ما تخيلون حتى بالنسبه لخارج المدينه. انزين يا الله يا كريم، فاستوى عندي المكان شوي مزحوم الصراحة. أنا أتصور هذا الفيديو سوينا تطور حق المدينة هاي بشكل ضخم يعني وشكل كبير، لكن اللي قاعد يزيد الحاجة فيه اللي هو الميديوم دنسيتي، والميديوم دنسيتي ما أبغى أحط هني عماير وايد كبيرة في نفس الوقت ما أبغى أبخس الناس اللي ساكنة هني. 90 لا 90 نباها لو سمحت، 90 درجة. وهذه بنحطي هني مش مكست، بنحطي هاي ابارتمنت بلدنج كبار لارج، مشكله اخاف يكون وايد طويل بالنسبه للداون تاون، فبحطي فقط الرو هاوسنج على اساس الرو هاوسنج يعني شوي ياخذ مساحات اقل. خلينا نشوف الفرق اذا حطينا الرو هاوسنج بالطريقه هاي، تقريبا نفس المبدا اللي سويناه هني، تقريبا نفس المبدا. هاي الفنانين قراب على المترو، ممكن نسوي خط مشاة دايركت لكن ابا مرصوص الصراحه، وعلى طول يجيبهم عندنا وين السبوي، فقريبين هاي اللي يقدرون يمشون لين هني ياخذون السبوي ويروحون وين ما يبون تقريبا، حتى ممكن يروحون يسوون شوبينج هني. البيوت هاي وضعها مستقر، والمنطقه هاي اباها هاديه ما راح ازيد ولا اسوي فيها شيء، بس عندي 200 وشيء شخص قاعد يدرس ترى، فما ادري هل الريفينيو ماله يستاهل كجامعه. الحين انا عندي السيرفس كسيرفس التعليم قاعد يدخل فقط نص اللي عليه، لكن بما ان دخلنا تعليم عالي راح يمكن يتغير المبدا شوي، بس التعليم اللي راح ينقصنا بشكل اساسي اكيد هذا، وهذا واحد من الاسباب اللي عندي اماكن فاضيه انا هني على اساس انها كانت المفروض انها تقدر تشل مباني هذه اذا احتجت، وعلى ما يبدو كنت مخطئ.
بس ممكن جدا نحط المدرسة في مكان نستغني فيه عن بعض البيوت بالطريقة هاي، أو تعرفون شو، خلني أستغني عن الشارع هذا وأغير ميلانه بعدين. حط المدرسة بعد ما تكتمل المدرسة مالي راح أفهم شو قاعد يستوي. وعندي هني أماكن فيها بيوت لكن تنقصها تعليم، التعليم اللي ناقص هني ممكن نعوض عنه بمدرسة في الوسط، وما أقدر أحط عند المدرسة تقريبا أي شيء للأسف. أبقريد الناس زعلت اللي شليت منها الأماكن السكن، ممكن نحطي أشياء صغيرة بس ما أتصور، بس ما قلت لكم ممكن نحطي عنده ملعب ونزيد الكلاسات، ولكن ما أحس بالحاجة أني أعلم الكل لأنه أريد الكباسيتي أصلا عندي عالي بس التغطية عندي نازلة. فالمدرستين فوق الكافية بالنسبة لي أنا، وخاصة أنه راح يرفع الكوست علي وايد. المدرسة ترى مش رخيصة أنكم تحطونها، مدرسة الأبكي مالها عالية، هاي 25,000 أنا جزت 50,000 على نفسي في لحظة يعني، فما أبقى أقعد أزيد مع أنهم ممكن يرجعون شيء جيد من اللي قاعد أنا أكلفه، ولكن ما أحس أنه يستاهل. الحين بالنسبة لي أنا كتعليم عندي تغطية جيدة جدا، بس الكوليج هي اللي ما عندي لها تغطية عالية، بس بما أن عندي جامعة أظني راح يعوض ويوازن. فنحن نحتاج ناس في كلية، نحتاج ناس في جامعة بشكل عام، وعندنا ناس uneducated 20%. إذا نرفع مستواهم التعليمي على الأغلب وظائفهم راح ترتفع، وشوي شوي هاي راح يبدأون بالتعليم ترى بشكل عام أساسا. بس هذا ليش طلع غير سعيد؟ إنزين غير سعيد هذا قبل الحدائق أكيد على الأغلب، وقبل أشياء ثانية. عندنا شيء ثاني اللي نحن ما شفناه للحين اللي هي اللاند فاليو. شوفوا اللاند فاليو عندي عالي جدا جدا، very high هني وجيد جدا هني إلى أخضر، يعني تقريبا كل اللاند عندي زين. أنا عندي بس منطقة واحدة في المدن ساحب عليها اللي هي هاي، ما فيها لاند فاليو جيد، بس اللاند فاليو راح يرفع لي مجموعة أشياء. بالنسبة لهذه المنطقة الشيء اللي راح أضيفه عليها مجموعة مباني ما بنيناها قبل، ألا وهي أن الطريقة عفوا الطريقة هذه لا ما راح تكون أوكي، لازم اشبكهم في الشوارع. بس هذا راح الغي وراح يجيبه من الدوار لين يعني. الحين هذا اللي بيستوي هني، غير انه لازم اخلي سيده، وقت الحلقه وصل ساعه، بس بنعطيكم نبذه لازم اعدل الارض اللي هي، وهذا سيء جدا طريقته، فما ينفع الطريقه الاوتوماتيك ما تنفع ابدا صراحه. كان عندي هني مجموعة عماير أنا حطيتها راح أستغني عنها وراح أحطي مكانها، عندي عماير جديدة هي مكاتب بس عماير وبهم كلهم نفس القياس وما يلزقون في الشارع بالطريقة هذه. هذه الأوفيسز اللي راح أنا أحطيها هني، الأوفيسز الحين منفصل عن الصناعة، قبل كانوا الصناعة واحد صراحة، بس الحين فصلوهم عن بعض. أنت ليش زعلان؟ كل هذا لاني انا حطيت شارع والشارع الحين كسرته، فسوالي ازمة عالمية لانه سوالي تصميم شوي عبيط، لكن ما عليه حصل خير. انزين صناعيا ممكن نمتد الى الخلف ونرجع مرة ثانية من شو من الامام، لكن نحن شو بسوي الحين خلال الفترة القادمة؟ انا راح ازيد طبعا هذا بروح، بس عشان تكون عارفين راح ادور منطقة زراعية إنزين أقدر أزيد فيها إنتاج عالي للجزر والمنو وال هذا لا إله الله والأشياء الثانية والقمح. طبعا راح يكون مكان بعيد، فلازم نبدأ نسوي
تأسيس حق أماكن صناعية شوي بعيدة. نحن عندنا البترول هنا أوكي موجود وفي أشياء عندي موجودة، ولكن هل راح تكفي؟ هذا موضوع ثاني. الخريطة فيها وايد موارد ولكن للأسف بعيدة عني، وهذه منطقة جبلية بحتة ما أظني راح أبني عليها وايد، بس لازم أزيد الإنتاج الصناعي مالي بشكل عالي، عرفتوا، أساس أني أزيد الإنكم مالي، لأن الإنتاج الصناعي وايد قاعد يدخل لي فلوس. حتى لو أزيد صراحة إنتاج الحجر بس بروحه أحس راح يكون بالنسبة لي مفيد في هذه المنطقة، أسوي مكان أماكن تحجير ضخمة لأنه عندي تصدير هني ومينة هني جاهز لتمنو التصدير فعليا يعني. ممكن نوصل، مش ممكن، على الأغلب راح نسوي هني تعديل بسيط على أساس أوصل هذا الكارغو بالخط اللي موجود هني، لأنه ما ينفع يتم بالطريقة هذه صراحة، ولازم يطلع عن طريق القطار. القطار أحس عملي وايد إذا بيطلع لي أي شيء ككارغو، ولازم أمد هني مكان ما قطار كارغو بعد، على أساس يكون في وسط المدينة مكان حق الشحن بعد. بس المدينة بشكل عام شخصيا أنا شبه راضي عنها، ممكن تعديلها، وهذه منطقة جميلة بالنسبة لي. شوفوا شكل العماير حلو والله صراحة، هاي الحلوين وايد، المكست هاوسين وايد حلوين. فكانت هذه الحلقة مع توسعة مينا، والمينا ما شاء الله شغالة بشكل جميل جدا، المترو عندي شغال بشكل جميل جدا، هذا المترو مالي تشوفونه شغال بشكل رائع جدا يعني. خلينا نغير الألوان بس أساس يكون عندنا مرجع، هذا كان قبل مود إذا تذكرون، الحين تغير من مود إلى شو، خلنا نسوي أصفر قدر الإمكان، وهذا قاعد يشل الناس الحين وشغال شغال بشكل جميل جدا يعني الصراحة، اللي يستعملونه يعني وايد وايد فنان. شوفوا عندي الباسنجرز قاعد يزيدون كل مكان، القطار ما قاعد يستعمل استعمال جميل، الباصات عندي حلوة، ولازم أبدأ أضيف باصات هني تجمع الناس بعد، بس هذا بيكون في فيديو قادم. وكان عندي هذا بداية الجامعة، نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.